منذ أول يوم دخل فيه الاحتلال أرض العراق وهو على موعد مع حصاد الأرواح، فلا يكاد يصحو من نكبة حتى يستقبل الأخرى، ولا يجف جرح حتى ينزف الآخر. تكالبت عليه المصائب والأحزان وأثخنته كثرة الأوجاع. استيقظت أم الربيعين على حادثة أليمة ومصاب جلل يضاف إلى نكبات هذه المدينة المكلومة. إنها فاجعة العبارة التي غيبت أرواح أكثر من 100 إنسان بالإضافة إلى عشرات المفقودين. النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري أشار إلى أن العبارة كانت تحمل 287 شخصا، وأن من قضى منهم في هذه الفاجعة أكثر من 200 شخص. مصادر صحفية من الموصل أشارت بأصابع الاتهام إلى إهمال متعمد وغير مبرر من قبل القائمين على إدارة المكان الذي استولت عليه وتديره ميليشيا العصائب. هذه العبارة تم تصعيد بها 287 من الأطفال والنساء. ظاهر يكون السبب جشع وطمع الناس يعني. هذه الجزيرة السياحية هي تعود لأحد الفصائل. ويبدو أنها طريقة جديدة في مسلسل القتل المستمر، وصورة أخرى من الإهمال الحكومي للمدينة والاستهانة بأرواح أهلها. داود ضحايا وأهالي المدينة عبروا عن غضبهم على الحكومة بطرد رئيس الجمهورية برهم صالح ومحافظ نينوى نوفل العاقوب من موقع هذه الفاجعة. مخطط استهداف وقتل العراقيين مشروع أمريكي بشراكة إيرانية وأذرع محلية يهدف إلى القضاء على العراق بكل موارده البشرية وغيرها ليكون لقمة سائغة لأعدائه. فالتقديرات المحلية والدولية تؤكد سقوط أكثر من 2,400,000 عراقي خلال سنوات الغزو الأمريكي، لتأتي بعد ذلك حكومات الاحتلال المتعاقبة بدعم أمريكي ومباركة إيرانية، والتي تفننت بقتل أبناء الرافدين بشتى الوسائل من إعدامات بالجملة أو قصف للمدن أو بساحات التظاهرات والاعتصام. وهكذا يستمر مسلسل خطف الأرواح وتتعدد الأسباب والوسائل، ولكن القتيل هو المواطن العراقي.